أصحاب السعادة، الرئيس، النقيب، الأمين العام، الزميل العالم الدكتور عبد الحميد الأحدب، السيدات والسادة، ممثلي وسائل الإعلام في لبنان والعالم العربي، إن ثقافة الوسائط البديلة لحل النزاعات وفي طليعتها ثقافة التحكيم آخذة بالانتشار حيثما كان، وبخاصة في البلدان التي يتطلب نموها الاقتصادي تشجيعاً أو اجتذاباً لرؤوس أموال وطنية أو أجنبية تبحث عن الوسيلة الفضلى لفض المنازعات في حال حصولها. إن نجاح هذه الوسيلة يرتبط على الأقل بثلاثة عوامل محفزة، هي السرعة والثقة والمعارف الفنية. بشأن السرعة، غير خفي أن المنازعات التحكيمية على العموم تحسم في فترة زمنية قصيرة قياساً إلى المعدل العام الذي تحسم فيه دعوى مماثلة أمام القضاء، علماً بأن النزاع قد ينتقل إلى القضاء بعد صدور القرار التحكيمي، خصوصاً لأسباب تتعلق بالطعن به عن طريق الإبطال. وبشأن الثقة، إن سلطان الإرادة الذي هو أصل نظرية العقود راح يستعيد موقعه في ميدان التحكيم، حيث يعود لأطراف النزاع لا تنسيق علاقاتهم التعاقدية وحسب، بل اختيار قضاتهم، ونعني المحكمين، أو اختيار المركز التحكيمي الذي يحظى بثقتهم وتسليمه أمر إجراءات التحكيم وسد كل نقص يعتبر اتفاق الأطراف، بما في ذلك اختيار المحكمين أنفسهم. وبشأن المعارف الفنية اللي هي الركيزة الثالثة، من المعروف أنه بالإمكان تعيين المحكمين لا من الوسط القانوني وحسب، بل من أوساط تقنية مختلفة، وفي ذلك ضمانة لسلامة القرارات التحكيمية التي تستوجب مثل هذه المعارف. إن تضافر العوامل الثلاثة والسعي إلى تثميرها في إطار المراكز التحكيمية ذات الأنظمة المتسمة بحسن التنظيم وليونة الإجراءات ووفرة الطاقات البشرية وانفتاح الأفكار والتوجهات يؤدي إلى ما يمكن أن نسميه عدالة تحكيمية، عدالة تحكيمية تفي بتطلعات أطراف المنازعة التحكيمية حتى أنها تتخطى الحالات الفردية وتسهم في ترسيخ الأمان الاقتصادي في المجتمع. إن مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية الذي لي شرف عضوية مجلسه الأعلى للتحكيم، إن هذا المركز بانطلاقته الجديدة ونظامه المتطور الذي حاك أرقى الأنظمة وأكثرها جدواً، وبأمانته العامة وإدارته المصممين على أن يكون له موقعه اللافت والمميز بين المؤسسات التحكيمية العربية وبالطاقات الكبرى التي يختزنها أو يستمدها، سواء من اتحاد المصارف العربية ذاته أو من كوكبة المحكمين الذين تسجلوا حتى الآن على لوائحه كما أشار سعادة الرئيس، أو من هيئاته المختلفة بما فيها المجلس الأعلى للتحكيم لديه. إن هذا المركز هو في الموقع المناسب حتى يكون جاهزاً لحسم المنازعات بالسرعة القصوى المقتضاة، وحتى يكون أهلاً للثقة، وهو غني بخبراته القانونية والاقتصادية والمالية والمصرفية والتقنية المتنوعة، وهو تالياً في الموقع المناسب أيضاً لإغناء العدالة التحكيمية في عالمنا العربي. إنه يتلقى طلبات الوساطة والتحكيم لا فيما بين المصارف وحدها أو فيما بينها وبين آخرين،
بل سائر الطلبات التي يرغب أصحابها في حل منازعاتهم في ظله. إن اللجوء إليه في نهاية المطاف يقصي فكرة سادت إلى زمن، وهي أن الهيئات التحكيمية الأجنبية كانت تميل أحيانا إلى الافتئات على الحقوق العربية، خصوصا في عقود الاستثمار والامتيازات الكبرى. وعليه نأمل بأن يكون المركز جديرا بالمنافسة لا على المستوى العربي فقط، بل على المستوى العالمي كذلك. لأجل ذلك كله، ولأجل ما يختزنه المركز من طاقات كما سبق البيان، ولأجل ما هو عليه من شفافية ومن تهيئ لتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه، فإننا واثقون بأنه سيكون طليعيا في ميدانه. وشكرا لكم.